لا يمكننا أن نؤكد على ذلك بصوت أعلى. كل دول العالم لا يزال بإمكانها تغيير مسار هذا الوباء. هذا ما قاله رئيس منظمة الصحة العالمية في نفس اليوم الذي أعلن فيه أن الفيروس أصبح وباء عالميا. وتغيير هذا المسار ليس مستحيلا، ومسؤولية ذلك تقع على الدول والأفراد. فما الذي يجعلنا متأكدين أن مسار هذا الوباء يمكن أن يتغير؟ إن الأمر حدث بالفعل. الدولة التي نجحت في ذلك هي نفسها التي ظهر فيها الوباء، وبسببها انتشر إلى كافة أنحاء العالم. إنها دولة الصين. في البداية علينا أولا أن نعرف أن خطورتها ليست في الأعراض أو معدل الوفيات، بل تكمن الخطورة في إنهاك النظام الصحي بشكل يفوق طاقته، فيؤدي إلى وفيات كان يمكن تفاديها لحالات تحتاج رعاية فقط بسبب الانتشار الواسع الذي يشن النظام الصحي بشكل مباغت ومفاجئ. هذا ما وقع في كل من إيران وإيطاليا. هذا ما تغلبت عليه الصين عبر استراتيجية سميت باستراتيجية القوة الفضلة. خبراء الصحة في العالم اعتبروا أن ما قامت به أضخم تجربة في تاريخ الإنسان، ونتائج هذه الإجراءات التي قامت بها الصين تؤكد أهمية هذه الخطوات والإجراءات. الحجر الصحي. السلطات الصينية دعت مواطنيها في المدن المتضررة إلى البقاء داخل منازلهم، ودعت الموظفين في كل القطاعات للعمل عن بعد، وأجبرت نحو 60 مليون شخص في الحجر الصحي. واستعانت السلطات بالمتطوعين لإيصال الدواء والطعام والشراب، حرب يقودها الجيش الصيني والأطقم الطبية. الصين نقلت المئات من الفرق الطبية العسكرية مع كافة الإمدادات نحو المدن المقوئة، فجاء نحو 41 ألفا من الطواقم الطبية إلى إقليم هوبي مع عشرات الأجهزة المساعدة لدعم المنظومة الصحية ورفع معدلات الشفاء والحد من الوفيات. ولم تكن في الصين أسرة كافية لعلاج الأعداد المتزايدة بشكل يومي، وتحولت المرافق العامة والفنادق إلى مستشفيات بشكل مؤقت. ولم تكتف الصين بذلك، بل قامت ببناء أكثر من 14 مستشفى خلال أسابيع فقط. التكنولوجيا الحديثة، روبوتات لإيصال الطعام والشراب والدواء ورش المعقمات والفحص الأول، وطائرات مسيرة للعينات الطبية، وأخذ صور حرارية للكشف عن المصابين المحتمل، وخوذة خاصة للكشف عن المصابين بالحمى، ونظام المراقبة التي قامت بتطوير والتعرف عن الوجوه المغطاة بالكمامات. وتبقى الوسيلة الأحدث لمكافحة الفيروس هي تطبيقات الهواتف لرصد صحة الأفراد وتصنيف مستخدميها بألوان أخضر أصفر أحمر للسماح لهم بالدخول في الأماكن العامة وإدخالهم إلى الحجر الصحي. كل هذه التقنيات مكنت الصين من رصد الحالات في وقت مبكر، لكنه بالمقابل فتح بابا واسعا لاختراق الخصوصية ومزيد من المراقبة. ونتيجة لكل ما سبق، راجعت الأزمة في الصين وتراجعت الإصابات من المئات إلى تسجيل بعض الإصابات فقط. فألغت السلطات الكثير من القيود والسفر، وبدأت العودة إلى العمل تدريجيا، وتحول انتشار المرض من الصين إلى أوروبا التي أبانت عن عجزها في مواجهة الفيروس، وسقطت أسطورة الاتحاد الأوروبي، وعجزت دول الاتحاد عن تطبيق إجراءات مشابهة للصين. والسؤال هو، لماذا لا تستطيع دول الاتحاد الأوروبي القيام بما قامت به الصين؟ الشمولية أو الدكتاتورية. الصين يحكمها حزب واحد ونظام دكتاتوري، والقرارات تصدر عن شخص واحد، ومثل هذه الإجراءات تحتاج لشخص واحد في أسرع وقت. لكن في دول مثل أوروبا تحتاج لأشهر كثيرة من الجلسات وموافقة البرلمانات التعبئة الشاملة. العنصر البشري في الصين مكن الصين الشعبية من التعبئة في قطاع الصحة وتوفير العدد الهائل من ذوي الخبرة، بالإضافة للمتطوعين من الشعب. وفرض القرارات بالقوة أجبرت الصين مواطنيها على الالتزام بقرارات الحجر الصحي المنزلي، بينما هناك شكوك حول دول أخرى بإجبار سكانها على البقاء في منازل. قد نالت الصين عدة انتقادات في اتخاذها لهذه الإجراءات لمكافحة الفيروس الذي خرج من بين أسوارها، لكن عودة الملايين من الصينيين إلى أعمالهم وحياتهم أكد لا يدع مجالا للشك أن الصين استطاعت أن تحاصر الوباء. ما هي الخطوات التي ستتخذها الدول الأخرى لمحاصرة كورونا؟